مع الوزير، هل تعتقدون أن التمرد الفاشل لشركة واغنر يمكن أن يشكل صعوبات في العلاقات مع شركائنا الأجانب؟ ليس مع الشركاء والأصدقاء، لا، مع أي شخص آخر بصراحة لا يهمني مطلقا. لقد تم تدمير علاقات الغرب الجماعي معنا بمبادرة منه، هذه العلاقات غير موجودة، لذلك حلقة إضافية أخرى أو واحدة أقل لا أرى فرقا كبيرا. لقد قال الرئيس مرارا متى وإذا عادوا إلى رشدهم وتوجهوا إلينا بمقترحات متعلقة بإعادة العلاقات بشكل أو بآخر، حينها سنرى ماذا سيطلبون وما هو دور كل من المتقدمين في شن حرب هجينة ضد الاتحاد الروسي. هل ثمة دليل على عدم تورط أجهزة المخابرات الأوكرانية أو الغربية بأي شكل من الأشكال في التمرد؟ أنا أعمل لدى وزارة لا تجمع أدلة على ارتكاب المخالفات، لكن لدينا مثل هذه الهياكل، وأن أؤكد لكم أنهم فهموا هذا بالفعل. تنشر البوابات الأمريكية تقارير تفيد بأن الدول الأفريقية ولا سيما جمهورية أفريقيا الوسطى تعرضت إلى حالة من الذعر بعد أحداث السبت المتعلقة باحتمال توقف نشاط شركة واغنر في أفريقيا. ما مدى واقعية إمكانية وقف أنشطة شركة واغنر العسكرية الخاصة في القارة الأفريقية، وإلى أي مدى يمكن أن يكون لذلك تأثير على السلبي على صورة روسيا كقوة استقرار في هذه القارة؟ إذا ظهرت معلومات عن الذعر الذي طال دولة أفريقيا الوسطى وأفريقيا، ووجدت هذه المعلومات في المواقع الأمريكية، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار لصالح من تعمل هذه المواقع، وهل هم يمكن أن تأكد أنها تحمل حقائق والتي يعملون لأجل قيادتهم ومن يحدد تلك الإيديولوجية للغرب الجماعي. نحن ناقشنا دور روسيا في القارة الأفريقية، وجمهورية أفريقيا الوسطى تعتبر واحدة من الدول الأفريقية والتي حكومتها بالإضافة إلى الصومال مثلا كانت قد توجهت وبشكل رسمي إلى روسيا بتقديم شركات عسكرية خاصة إلى أفريقيا الوسطى ومالي، والتي كانت قد تركتها فرنسا وضبت وأنهت كافة وجودها لمكافحة الإرهاب وقواعدها التي كان يجب أن تعزز مكافحة الإرهاب، وتركوا أولئك الناس وجها لوجه مع العصابات، والتي توجهت هذه السلطات هناك إلى شركة مثل واغنر لدعم السلطات هناك لمكافحة الإرهاب. وإن جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي لديهم اتصالات رسمية عبر حكوماتهم مع قيادتنا، ووفقا لطلباتهم تم توجيه أو يعمل هناك عدة مئات من العسكريين كمدربين، وهذا العمل سوف يستمر. ولقد ذكرنا جانب مهما بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والدول الأخرى في منطقة الصحراء والساحل، والتي وضعت تحت ضربة مباشرة للمجموعات الإرهابية بعد أن من كان يكافح من أجل الديمقراطية مثل فرنسا وغيرها من الدول في الناتو التي ترغب بالقضاء كانت على معمر القذافي، ورغم الذي كان قد مول الانتخابات في فرنسا، فلقد قاموا بالاعتداء ضد ليبيا وخلافا لقرارات مجلس الأمن التي منعت مثل هذا التصرف، وهدموا تلك الحكومة في ليبيا، والآن لا يمكن جمع مثل هذه الدولة، وجعلوا تلك الدولة ذلك الفوهة السوداء في
ومنها انتشرت العصابات وعصابات الأسلحة والمتطرفين ومتاجري المخدرات تجاه جنوب إلى أفريقيا، والذين يرهبون سكان أفريقيا الوسطى. ولا يجب ألا ننسى أن من هدم ليبيا والذي استخدم أيضا هذا العداء ضد دول أخرى مثل العراق وسوريا، وهؤلاء كانوا قد حولوا ليبيا إلى تلك الفوهة السوداء التي ينتشر منها أيضا حتى المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، والتي تعاني منها الآن أوروبا ولا تعرف كيف تتخلص من هذه المشكلة. وبالإضافة ما الذي يذعرهم؟ أنا لم أرى مثل هذا الذعر، ولم أرى أي تغير في العلاقات بين تلك الدول الأفريقية مع الاتحاد الروسي، وعلى عكس ذلك فلقد اتصلوا بي من قبل الأصدقاء في أفريقيا للتضامن، وأنه لا يمكن لأي لحظات إضافية أن تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وشركائنا في أفريقيا. انطلاقا من جوابكم، هل استعدادات القمة الروسية الأفريقية جارية؟ نعم، إنها تجري وبشكل كامل، وإن أجندة تلك القمة يضاف إليها فقرات جديدة والتي سيعلن عنها قريبا، وستكون للجميع قدرة على التعرف على هذه الفعالية. مع الوزير، كيف تقيمون عاصفة من تصريحات المحللين الغربيين بأن الأزمة حول شركة واغنر العسكرية الخاصة كانت تشير إلى أن السلطات في الاتحاد الروسي تفقد السيطرة على الوضع، وأن الحرب الأهلية توشك على البداية في البلاد؟ على الأغلب أنهم ما يتخيلونه ينظرون على أنه واقعا من قبل زملائنا في الأمس ويوم السبت، وأنا تعرفت على كيف يقومون بتغطية الأحداث في روسيا. فCNN مثلا حسب ما أتذكر قد قالوا أن الاستخبارات الأمريكية كانت تعرف قبل عدة أيام عن بدء هذا التمرد، ولكن قرروا أن لا يقولوا لأحد، وكانوا يأملون بأن هذا التمرد سوف ينجح. وهذه الفكرة، كان هناك أيضا خبر آخر للCNN والذي ظهر في الأمس، وبالاعتماد على تحاليل في الاستخبارات الأمريكية، بأنه كان من المنتظر أن تحرك بريغوجين إلى موسكو سوف يلقى مقاومة كبيرة وسيكون أكثر دموية مما كان عليه في الواقع. فهذا جواب غير مباشر على سؤالكم وما الذي كان ننتظره وكيف علقوا على ما جرى. وبالطبع فإن هذه التوقعات بمثل هذا الصفة، وأنه يرغبون بتدمير وانهدام روسيا على صيغة فريد، بأن مثل النظام في كييف وبدلياك مثلا ودانيلوف، على أنهم كانوا جميعا انزعجوا من أنه لم يستطيعوا أن يستغلوا هذه الفرصة لضرب النظام كما يقولون. وممثل الديمقراطية في أوروبا مثل إيمانويل ماكرون مثلا، الذي يدافع عن وجود الاتحاد الأوروبي بعيدا عن الولايات المتحدة وبشكل مستقل، فلقد قال بأننا ننظر إلى هذا الوضع وبحذر، وهذا الوضع يتطور بسرعة، ولكن المهم ما رأيناه كما قال ماكرون هو الانشقاق وهشاشة النظام والجيش وضعف النظام والجيش،
وهذه الهشاشة هي ضعف، فهي تبرر تصرفاتنا لدعم العسكري لأوكرانيا. فأرى أن طالب التلميذ في المدرسة يعرف ذلك الموقف الذي يدافع عنه ماكرون، والذي يعطي فرصة لإنجاز تلك التهديدات والتي يكررونها في الناتو بأن أوكرانيا سوف توجه خسارة وهزيمة استراتيجية لروسيا. وهنا يعني ليس فقط أوكرانيا وإنما الغرب أجمع، كما قال الرئيس عندما تحدث في يوم السبت بأن كل الآلة الاقتصادية والإعلامية والعسكرية للغرب تعمل ضدنا. ومن الواضح أن CNN وقادة النظام في كييف والسياسيون مثل ماكرون يعتبرون جزء من هذه الآلة. بالمناسبة عندما في الأمس سفير الولايات المتحدة تريسي كانت قد تعاطت مع ممثلي الإعلام، أعطت إشارة وهذا ليس سرا بأن الولايات المتحدة هي ليست مذنبة هنا، وتأمل الولايات المتحدة بأن الأسلحة النووية ستكون على ما يرام وأن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يعانوا. وكانت قد أكدت بالأخص بأن الولايات المتحدة تنطلق من أن كل ما يجري يعتبر شأنا داخليا في الاتحاد الروسي. وهنا أيضا يمكن أن نأتي بأمثلة كيف يجري في دولة أو أخرى عندما يجري تمرد أو انقلابات، فإن الولايات المتحدة تتعامل بشكل مختلف وفقا لمن هو في السلطة ومن هو الذي سيقوم بذلك الانقلاب. ويمكن أن نذكر عام 2014 وفي الميدان في كييف والاستفزازات الدموية ضد أجهزة حفظ النظام والانقلاب على الرئيس الشرعي. وفي تلك اللحظة حيث قبل أن يتم ذلك الانقلاب كان قد وقعت اتفاقية التي دعمها الاتحاد الأوروبي للتسوية، ولم يكن هناك أي اعتراض ضد ذلك الانقلاب، وكما الولايات المتحدة والأوروبيين واعترفوا على أنه يمكن أن يتم مثل هذه العملية الديمقراطية كما قال أحد الديمقراطيين في أوروبا. وبنفس الوقت وقع انقلابا في جمهورية تسمى اليمن، والرئيس اليمني هادي كان قد هرب إلى المملكة العربية السعودية. وكل هذه السنوات حين كانت العلاقات مع أوكرانيا ومحاولاتنا لإعادة الوضع إلى المجال السياسي، فقد قالوا أن الرئيس الأوكراني هرب من كييف، ولكن الرئيس هادي الذي هرب من اليمن والغرب أجمع كان يقول أننا يجب أن نعيد ذلك الرئيس إلى اليمن وحينها ستبدأ عملية التسوية. وبنفس العام في عام 2014 كان هناك محاولة حاولت الانقلاب في غامبيا، وبعد أن قالوا أن لقد حملوا السلاح، فقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن أن نعترف أبدا بتلك القوة أو القوى التي وصلت إلى السلطة بطريقة غير دستورية. وهناك أمثلة أيضا جديدة، فإن الولايات المتحدة ترفض تماما دعوة للحوار بين الحكومة الدمية في مولدافيا عندما السيدة ساندو كانت قد دخلت في الروسوفوبيا وكانت قد منعت الاعتراضات للمواطنين وقالوا أن هذا يمكن أن يكون انقلابا والغرب لا يدعمه. وبنفس الوقت كان هناك في عملية في جورجيا حيث الغرب لا تعجبه الحكومة الحالية،
وكان هناك ميدان في جورجيا ولمناصر ساكاشفيلي والذي جاء عن طريق انقلاب أيضا الذي دعمه الغرب. فأنا جئت لكم بعدة أمثلة حيث الغرب عندما يريد أن يحافظ على السلطة التي يغذيها ويطعمها دائما فلا يمكن أن يكون هناك أي معارضة واعتراضات، أما عندما يكون هناك سلطة لها مصلحة في مصلحة شعبها وبلدها فحينها ينظرون إليها بشكل آخر ويبحثون عن المعارضة، وهكذا ينظر الأمريكيون كيف ينظرون إلى العالم، كيف يرغبون بتعزيزه. على مدار الشهر الماضي كانت البيانات الصادرة عن الأوكرانيين والتحذيرات من الجانب الأمريكي من أن روسيا سوف تعمل على تقويض محطة زاباروجيا النووية تبدو كل يوم تقريبا. ألا يعطي هذا الإصرار حول هذا الموضوع بالذات سببا للاعتقاد بأنه نوعا ما من المحتمل أن يكون مخطط لهجوم ويقل اللوم فيه على روسيا؟ وهل يمكن لشيء كهذا أن يعطي الناتو أثرية الانخراط في العمليات العسكرية بشكل مباشر؟ هذا هراء وكذب. نحن أكثر مرة علقنا على هذا الموضوع وهذا وإن كل من أو نرى أن هذا تهديد وتحذيرات وأكثر من مرة تظهر في وسائل الإعلام وعلى الأغلب من قبل ممثلي النظام في كييف، فهذا يشير إلى أمر وحيد بأن جميع هؤلاء الناس تم تدريبهم للقيام بحرب إعلامية بالدرجة الأولى ومن قبل الأنجلوساكسونيين ومن بولندا والبلطيق، ونتيجة لهذه التدريبات على ما يبدو أنها غير مقنعة تماما، فإن دافعي الضرائب الغربيون يقدمون الأموال إلى أولئك المدربين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالتدريب صحيح. ولكم جزيل الشكر مع الوزير على وقتكم، كان من الأهمية بما كان جرى الحديث معكم اليوم.